إذن متابعينا مشاهدنا الكرام، عاجل ومباشرة من فاس، أكيد فوز الدفاع الحسني الجديد على وداد فاس بأربعة الأهداف مقابل ثلاثة بطبيعة الحال. فأثناء متابعينا الكرام نحاول ناخذ التصريحات أكيد ديال اللاعبين ديال المدرب. نحاولوا أكيد ناخذ التصريحات بعد لحظات. إذا قلت الفوز بأربع أهداف لفائدة الدفاع الحسني الجديد مقابل ثلاثة ديال الأهداف لوداد فاس. كانت مقابلة حارقة ما بين الفريقين. تشوفوا لحظة خروج اللاعبين ديال الدفاع الحسني الجديد أكيد وسط تعزيزات أمنية مشددة كما كتشاهدوا معنا. كتشوفوا الغضب ديال العاشقين للواف للوداد الفاسي أكيد لحظة خروج لاعبين ديال الدفاع الحسني الجديد. نحاول نشوفوا التصريحات أكيد متابعينا أثناء نحاولوا اكيد شوفوا المدرب سحسة فاضل، تحياتي لك تبارك الله عليك. تابعنا معكم المقابلة بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا. فوتبول هو هذا، انا اونكيسي اربعه لي بيت دون مانيير كيما القاعده. عندنا ان غرو بروبليم، حنا كنخدموا ولكن يا لو مونك دي جوار اكسبيريمونتي كي لا ميم شوز. خسرنا توجور في لاكس سونترال بحال اللي وقع لنا في مكناس. اجوردي راك شفتوا الدراري راه داروا مقابله. انا بالنسبه ليا ان تري بون ماتش اللي كيتي اوفير. كنا على الاقل نستاهلوا نقطه، ما بغاتش كره، ما بغاتش. حنا كنماركيو، حنا اللي كنماركيو اون في لو جو اون بوس لادفيرسير باش كيما تنقولوا ينزل لي برا ديالو. سكون في لي كاع لي بيت ديالنا راك شتو لا مانيير، ماشي باخطاء فرديه كيما وقع لينا حنايا. اون كيسي دي بيت دي بيت فريمون سي لامونطابل. وعطيتهم لي كونسين، قلت لهم اودي ها لاكس شاك جوور هاش كاين اش كاين. دونك حنايا من ريكيبر لا بالون وما عندهم ان ميليو تيرا تري لون، لا ديفونس مويان. دونك سي سي سا. ولكن حنايا ديالنا اي فالي با دوني دي كادو باش الغيابات خسرت بيان سور. ملي كتشوف الغيابات طرات، ولكن راه توجور لا ميم مانيير. عندنا ان غرو بروبليم في لاك سونترال، ولكن ملي كتشوف الماتش خصو يسالي بواحد الحصه اللي حنا كنقولوا انتوما تقولوا، باسكو انتوما تقولوا لنا شحال، ما نقدرش انا نقول شحال. سيرتو لا دانيغ اوكازيون راه سي لي ضربات في البوطو راه هو المشكل. هو بريمير ميتو هنا فيها غرو بروبليم في دو ماركاج في لي بالاريتي. ما يمكنش ما يمكنش هما غون تاي سي ان ماتش. النتائج هذا نشوفوا السي حسن واش غيستمر مع فريق الوداد الفاسي بهذه النتائج، واش غنشوفوا الاستمراريه ديال السي حسن. السؤال اللي سي اون كيستيون كي نبا بروفيسيونال دو تو. علاش هادي حتى نسولك واش غنشوف الهزيمه ديال بهذه الهزائم هذه، واش نقدروا نشوفوا السي حسن مازال مع فريق الوداد الفاسي؟ سي حسن سؤال. لا شمن سؤال، شمن دوله بعدا انت؟ غير قول لي واش المغرب؟ انت من المغرب انت؟ سولني هذا السؤال، انت مغربي؟ سي حسن سي حسن لا كومن بو دو ريسبي. هو كان ما كانش قصده انه يسيء ليك، ما قصدوش انه فقط قال زعما واش ربما هاد النتائج ممكن لانها تاثر. ما يعني ماشي بغى يسيء ليك السي حسن. انت راك عندنا عزيز على الصحفيين كاملين ديال المدينه، ولكن جو كومبون. انت كتشوف لهم ان ماتش اكسترا اوردينير، واش ماركيها انا ولا
باسكو اذا نقطه الديفو كاين في اللاعبين اللي ما كاينش. لا ماشي معلم شونس يا باتشون راك انت شي بينك. انا قلت لك دابا قلت لك القراءه اللي قلت لك راه دي فوت بيرسونيل دي فوت لامونطابل في فلاكس دي جو اي سا باردون با افيك دي غران جوور ديالهم هما دي غران دوتاي. هذاك الشيء وقعنا ولكن السؤال ديالو سي اسمح لي افيك تو مي ريسبي تو الموند فابريكي سات ايكيب ما تو في بور انتم عارفين خصو يعرف قبل ما يهضر يعرف شنو اللي عنده يعرف الطاقم التقني ديال جديده كومبيان ساكوت ويعرف لي جوور اللي عند جديده ويعرف البونتوج ديال جديده عاد يهضر باسكو سي لو مونك دو ريسبي سير بيرسون. حنايا ما كاينش بزاف ديالهم حنايا الا ما بقيناش حنا حنايا افيك تو مي ريسبي ليكم المتسلل ديال الواف. واش السي حسن غادي يستمر مع فريق ميدان الفاسي؟ استنى غير كيستيون كاين استنى غير افواغ ويك مو سيتي كيستيون اللي ما عندها حتى علاقه معايا. علاش ما عندهاش علاقه السي حسن؟ الجماهير كتسال اليوم الجماهير الفاسي الوفويه كتسال واش السي حسن غيستمر على فريق هاد الشيء هذا نعم ماك انا جو نو با ريبوند ا سيت كيسيون سا مي روغارد با ما عجبتكش Vous dites n'importe quoi, c'est tout, c'est simple. Vous dites n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Là, ma gueule que je mange, quand j'ai. Les hommes, ils ont dit, soit nous mangeons. Là, on a dit, 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 سلاسي بان يعني عفوا ماشي كريم سلاسي سولو كريم شاكر واش انت غتستمر ولا لا فكان رد الفعل ديالو انه هذا ماشي السؤال. كريم الصحفي بطبيعه الحال من حقه لانه يسول جميع الاسئله المدرب لربما حنا كنتفاهموا الانفعال والنرفزه ديال السي حسن ولكن هذا لا يعني بان ماشي من حق الصحفي انه يطرح السؤال. اذا المتابعين كما شفتوا تابعتوا معنا اكيد غنحاولوا شوفوا اكيد السي فتاح نبروش انت كرئيس اتحاد الصحفيه الرياضيه فرع فاس اكيد حضرت وشفت يعني الزميل الصحفي كريم شاكر سول بحسن نيه يعني واش غيستمر لنفذ النتائج ربما اللي اثرت بشكل كبير على الترتيب والتوقع ديال الوداد الرياضي الفاسي سولو ولم يتقبل يعني بتاتا حسن مطرين. وبالنسبه لنا ان الزميل كريم طرح سؤال وجيه لان النتيجه هي اللي كتدل على السؤال لانه كان الوداد الفاسي انتصر غادي يسولو سؤال اخر النتيجه غادي يسولو على النتيجه دابا اللي منهزم داخل الميدان وفريق اللي كيتخبط في اسبال الترتيب راه كلشي راه حنا كصحفيين في مدينه فاس ما غنتقبلوش حنا بطبيعه الحال هذه الهزيمه هذه داخل المدينه وسميتو المدرب الا ما تقبلش انه يتطرح عليه اسئله بهذه الطريقه هذه راه ماشي مدرب في الحقيقه انا كنقولها لان خص يتقبل جميع الانتقادات سواء ايجابيه ولا الاسئله اللي كتطرح خصو يتقبلها جميع الاسئله اللي غتطرح عليه خصو يجاوب عليها بواحد المصداقيه بواحد النزاهه ما خصوش يتقلق ما خصوش يقول شي حاجه اللي ما واش يقول له واش انت مغربي ولا انت واش حنا هذا راه سميته في الحقيقه مدرب في هذا المستوى يقول له واش انت مغربي راه للاسف هذا هو هذه كره القدم ديالنا حنا. افتتاح الموقف ديال الاتحاد الصحفي الرياضيين واضح كما شاهدتوا كيتجلى في الموقف ديال الرئيس ديال الاتحاد الصحفي الرياضيين اكيد الصحفي ممكن انه يسول سؤال لغه والمدرب يجاوب ولا ما يجاوبش غير يكون الاحترام اكيد في السؤال وفي الجواب. متابعينا الكرام فكما تابعتوا معنا رده فعل غير متوقعه عندنا انا كنقول بان المدرب عندنا عزيز ماشي زعما مدرب السي حسن ناظر الى عندنا عزيز يعني كنا له كل احترام وتقدير ولكن ربما كان غير موفق في هذه الرده ديال الفعل مع الزميل الصحفي كريم شاكر اللي غنحاول بدوري ناخذ معاه نشوفوا كريم شاكر اللي غنحاول ناخذوا معاه كريم شاكر نشوفوا كريم شاكر اكيد ست ساري وناخذ معاه اذا كتشوفوا نحاولوا نسولوا كريم شاكر اكيد حول خويا العزيز حول ما وقع اكيد هو سول ربما الجمل التكتيكيه ديالك هي ولكن نتائج سلبيه
غنحاولوا نسولوا ونشوفوا لو لقينا ما ندخلوه في الخيط. اكيد هو كريم شاكر، انا كنعرف بان كريم شاكر سول سؤال يعني عادي جدا، واش هاد النتائج هادي غتاثر؟ فكان رد الفعل ديال السي حسن، كنعرفوا السي حسن بطبيعه الحال يعني كان رد الفعل في عاليه. غنحاولوا نشوفوا شنو ممكن لانه بطبيعه الحال يصرح. دابا كتشوفوا اللاعبين ديال الدفاع الحسني الجديدي. كريم نشوفوا اكيد كريم شاكر. سي كريم تبارك الله عليك خويا، حنا في بث مباشر معاك، شفناك سولتي عاد دابا الحسن فاضل سؤال وجيه. مرحبا. النتائج اللي اكيد كيحققها الواف لا تشرف فريق الواف ولا الجماهير، قلت له واش غتستمر؟ كانت رده فعل غير موفق فيها بطبيعه الحال. انا اعرف واعي تمام معرفه بان السؤال ديالك كان سؤال بريء ينقل صوت المواطن. كانت ذاك رده فعل الطريقه ديالو كيفاش جاتك الطريقه اللي رد بها؟ الطريقه اللي رد حنا نطبق الاحد سي منصف. نعم. اولا احنا انا من حقي نسول السي حسن في هذه النتائج الايجابيه، شو شحال ديال الهزائم يعني. كنظن انا قبل المقابلات هذه واحد خمسه ولا سته ديال المقابلات سولناه نفس السؤال، وقلنا نفس المكالمة وبالحضور ديالك. نعم. سولناه سؤال انه نهازم مع فريق النادي المكاسب بجوج لواحد، وهذا النهار كينهازم باربعه لثلاثه. سولناه طريقه الاداء، سولناه على التشبيب، وسولناه على بزاف ديال الاسئله. سولناك السي حسن، احنا ما قلنا حتى كلمه لعيب. نعم. واش عاد بهذه النتائج السلبيه واش عاد تستمر مع الفريق؟ هذا سؤال واش كيتقال ما كيتقالش؟ كنخليو احنا الراي العام ولا الناس. من حقك انك تسول اي سؤال. انت ممكن تجاوب بأه نعم ولا عادي نصبر مع الفريق ولا نمشي بحالي. نعم. علاش انت حنا ما يمكنليش نطبلوا لك، حنا ما يمكنليش انت نتائج سلبيه وعني نقول لك حسن جدا. هذا اللي يعقل ما يتقبلش العقل. نعم. عادي نسمعوا حنا ما كنديروش خدمتنا، وعاد نسمعوا حنا اننا حنا غير كنعطيو الوهم للمشاهد للراي العام ولا الراي للمشاهد. نعم. ما حنا ما كنعطيوش الوهم السي منصف. نعم. حنا كنعطيو الواقع، كنعطيو حقا. اذا لم يتقبل هو السؤال لماذا؟ لم يتقبل لانه عارف راسه شنو كيدير، عارف راسه ربما ان النتائج اللي عنده انها ما عجباش. كيقول لك هو الاداء ديالي، ما الاداء ديالك؟ الاداء السي منصف، الناس باغيين النتيجه ما بغيش اداء. نعم. عطيهم نتيجه وما تعطيهمش اداء، لان الفرقه في المرتبه 14 دابا. نعم. المرتبه بقى صافي ولات مهدده، الفريق الوداد الفاسي راه الفريق الثاني ديال المدينه العلميه. نعم. لا يعقل ما يتقبلش العقل ان في المرتبه 14 ولا نقول لك حسن جدا ولا نقول لك تبارك الله على السي المدرب. نعم. الله يعطيك الصحه لعبتي مزيان، لا عطيني نتيجه مزيانه ولا تلعبش مزيان. نعم. شكرا سي كريم، كنا غنبقاو واكلين ونشوفوا شنو. مرحبا. شفنا ردة الفعل ديال المدرب، اكيد كنعرفوا بان من حق الزميل الصحفي على انه يطرح جميع الاسئله، واكيد فرع الاتحاد الصحفي الرياضي اعلن الاستنكار ديالو من خلال الرئيس قبل قليل في اتصالات صريح. وحنا حاولنا باننا نهدم من النرفزه ديال المدرب اكيد، ولا زال الزملاء الصحفيين كياخذوا. حنا بعد ما خدينا التصريح مع قبل قليل فكان الموقف ديال الاتحاد فهو واضح. فمتابعينا الكرام اكيد غادي نبقى مواكبين معكم كل كبيره وصغيره تتعلق بالامر. حياكم الله والسلام عليكم ورحمه الله.